السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد وبيكون إصدارات الألعاب للشهر القادم وهو أبريل 2019. نتعرف على الألعاب القادمة ومعلومات عنها ونشوف أي لعبة تناسبكم منهم. أتمنى يعجبكم هذا المقطع وتستمتعون فيه، والحين خلونا نبدأ. في البداية دائما أحب أشكركم على المتابعة والدعم اللي تقدمونه. آخر مرة طلبت منكم 20,000 لايك على مقطع ألعاب الشهر السابق، لكن للأسف ما توقعت إنه ما يوصل الرقم. لكن عموما هذا الشيء براحتكم وشيء راجع لكم، لكن أتمنى دعم أفضل في المستقبل. المهم الحين ننطلق مع ألعاب الشهر. أول لعبة عندنا في شهر أبريل هي Shovel Knight Showdown، وهو إصدار جانبي للسلسلة، يقدم لك قتال أو نظام باتل أرينا ويسمح لأربع لاعبين من شخصيات أو عالم Shovel Knight كلهم يتقاتلون في مكان واحد، لكن راح يكون هناك أطوار مختلفة ومراحل منوعة وأيضا شخصيات في عالم Shovel Knight مثل ما ذكرت، وراح يكون بنفس الوقت إصدار للعبة Shovel Knight متكاملة على البلاي ستيشن 4 وأيضا نينتندو سويتش، لكن إصدار Showdown راح يتوفر على جميع الأجهزة في 9 أبريل. ثاني لعبة عندنا في هذا الشهر لعشاق ألعاب الار بي جي وحل الألغاز، عندنا لعبة اسمها فابروم، وهي لعبة مغامرات منظور أول. تتميز هذه اللعبة في أسلوب الألغاز وشلون قدروا المطورين يقدمون لك لعبة ار بي جي تحاكي الأسلوب القديم من ألعاب الار بي جي لكن بمستوى جديد. قصتها عن شخص ضائع في عالم غامض جدا، وانت هني بدورك تحل الألغاز وتتقدم وتشوف شلون فيها غموض وأيضا أفكار جميلة في الألغاز. اللعبة أخذت تقييمات جيدة جدا على البي سي، والحين بتصدر في 10 أبريل للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 وأيضا نينتندو سويتش. بالنسبة لثالث لعبة عندنا في شهر أبريل وأنا شخصيا متحمس لها، وهي World War Z. هذه اللعبة المقتبسة من فيلم رادبت اللي كان مليان زومبي خارقين وبأحداث كبيرة. نفس الشيء في هذه اللعبة، راح نواجه كثافة في أعداد الزومبي وأيضا لهم قوة وسرعة رهيبة. اللعبة نظامها منظور ثالث وتقدم لك تجربة أكشن ولعب تعاوني مع الأصدقاء، لو حاب أنك تسوي الانفايت تدخلون مع بعض، أو حتى الـ AI نفسه لو تلعبها لحالك راح يشتغل معاك كأنه فريق. طبعا فيها مراحل منوعة من العواصم المشهورة اللي أصابهم الفيروس، واللعب يكون فيها تكتيكي وكمية أسلحة تقريبا لا نهائية مثل ما ذكر المطور، لأن عندك أعداد كبيرة من الزومبي فبيكون الأسلحة متوفرة بشكل كبير. عجبني نظام الزومبي وكثافتهم، راح يصعدون على بعض بشكل أبراج وفعلا فيها رعب، لكن مثل ما ذكرت تعاونك مع أصدقائك إن شاء الله تسيطرون على الوضع. اللعبة بيكون إصدارها في 16 أبريل للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. بالنسبة لرابع لعبة في هذا الشهر My Time at Burita، وهي لعبة محاكاة RPG وعالم مليان تفاصيل. اللعبة على بساطة مظهرها والألوان البسيطة مثل ما تشوفون فيها عمق غير طبيعي من جمع الموارد والأماكن والأعداء، وحتى الـ NPCs معاك تتكلم معاهم وتزيد علاقتك فيهم وأيضا يعطونك مهمات وغيرها من الأمور. اللعبة اصدرت على PC وكانت تقييماتها عالية، وينصح فيها للناس اللي حاب يروق لساعات ممكن توصل إلى 70 ساعة أو ممكن أكثر. اللعبة اشوفها مناسبة للصغار وبالاخص البنات، ممكن تعطيهم فرصة تجربة عالم الار بي جي وشلون يحلون الامور اللي فيه وايضا يتوسعون يتعمقون في هذه الالعاب. نمطها جدا جميل، موسيقى حلوة وايضا عالمها لطيف مثل ما تشوفون. متوفرة من شهرين على PC والحين بتتوفر في 16 ابريل للاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والنينتندو سويتش. خامس لعبة عندنا في هذا الشهر لعشاق هوتلاين ميامي، وهي God's Trigger. هذه لعبة أكشن شوت ماب سريعة ودموية ومليانة فوضى وحماس، وزيادة على هوتلاين ميامي أنك تقدر تلعبها كوب مع صديق. اللعبة تقدم لك تفاصيل حلوة من ناحية الجرافيكس والشخصيات والأعداء شلون يموتون والدم يطلع منهم، بالإضافة للموسيقى الحماسية. نظام اللعب مشوق مثل ما تشوفون، خصوصا إذا كان لشخصين يندمجون في هذه الفوضى مع بعض، بالإضافة أن فيها أفكار أكثر من مجرد الرماية. إذا تحب هذا النوع من الألعاب لازم تشيك عليها، وإصدارها بيكون 18 أبريل للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. وإذا تبون نتكلم عن الدم الفعلي نلقاه في اللعبة السادسة، وهي Mortal Kombat 11، أحد أهم ألعاب القتال في السنة، ترجع لنا بمظهر جديد وأفكار جديدة وبالإضافة إلى الشخصيات والحركات الفينش موفز ولا أروع.
هذا الإصدار من مورتال كومبات تجنبوا موضوع التكرار وأضافوا عناصر جديدة تغير موازين اللعب. واحد هذه الإضافات عندنا الديث بلو، وهي قدرة تظهر لك قبل ما تموت بشوي، ممكن تقلب الفايت لصالحك. أيضا عندنا خاصية البيرفكت بلوك، تقريبا كأنها باري وراح تعطيك أكسترا دامج مكافأة لك لأنك ضبطت البلوك. إن شاء الله بيكون لي تغطية لهذه اللعبة وأجربها أكثر مع عناصرها الجديدة. المهم إصدارها بيكون 23 أبريل للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي، وتخيلوا أنها بكل هالتفاصيل الدموية راح تصدر على نينتندو سويتش. You know, we never talked about it while we still wore the colors. أما الحين مع اللعبة رقم 7، وهي الأهم بالنسبة لي في هذا الشهر، وهي لعبة Days Gone، لعبة مغامرات عالم مفتوح لعشاق الصراع على البقاء والزومبي. اللعبة تقدم لك قصة عاطفية ودرامية لشخص عاشق للدرجات اسمه ديكون، اللي ما كان يبديه يفرح في زواجه على بنت اسمها سارة، لكن حدث كارثة تلوث خطرة جدا وحولت العالم والبشر إلى مخلوقات متوحشة. اللعبة نظامها أكشن ومنظور ثالث وعالم مفتوح مثل ما ذكرت، وتعتمد على القتال بالأسلحة أو أسلحة الملي، تقدر تدخل في أكشن أو أيضا تسلل، بالإضافة لزرع أفخاخ وأيضا التنقل بالدراجة وأمور كثيرة. سويت للعبة تقرير وانطباعات تجربتي في القناة، راح تشوفونها في تفاصيل أكثر، وإن شاء الله بيكون لي تجربة ثانية للعبة علشان أسوي لها مراجعة لما تصدر أو قبل ما تصدر بشوي. إصدارها راح يكون في 26 أبريل حصريا للبلاي ستيشن 4. بالنسبة لرقم 8، اللعبة فعلا لفتت انتباهي، اسمها Fade to Silent، لعبة مغامرات RPG جديدة تقدم لك عالم مفتوح وصراع على البقاء، تقريبا كأنها مزيج بين ديابلو ودارك سولز مجموعين في لعبة واحدة. اللعبة منظور ثالث مثل ما تشوفون، والقتال فيها أكشن واستخدام السيف وأسلحة ثانية، بالإضافة إلى السهم لصيد الحيوانات. اللعبة تتميز في موضوع صراع البقاء، لأنك لازم تحافظ على الشخصية وتجمع لك موارد من أخشاب وتشب نار وتحتمي وتطور وتضبط هذه الأمور، بالإضافة أن فيها استكشاف وتحديات وحوش وأعداء وعمق RPG وأيضا عالم مليان أسرار. اللعبة إصدارها بيكون 30 أبريل للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. ايضا في هذا الشهر عندنا لعبة قتال جديدة، وهي باور رينجرز باتل فور جريد. طبعا باور رينجرز مسلسل معروف وله فيلم مؤخرا وله قاعدة جماهيرية جدا كبيرة. اللي لفت انتباهي بصراحة مظهر اللعبة كجيمبلاي، حسيت انه شوي مصقول وفيه سرعة وحركات متقنة، وذكرني في انجستس او مارفل فيرسس كابكوم. يعني ما ادري صراحة شلون بيكون مستوى اللعبة، لكن اشوف شيء لا بأس فيه على الاقل من الجيمبلاي. طبعا كل الشخصيات موجودة، سواء كان الباور رينجرز او حتى الاعداء، كلهم يتشاركون في فايت 2-2، وعندك سوبرات وحركات منوعة. اصدار اللعبة بيكون خلال شهر ابريل للاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. ايضا في هذا الشهر راح يكون عندنا لعبة سوبر ميت بوي فوريفر، وهي الاصدار الجديد من اللعبة والجزء الثاني. خلونا نقول اللي يذكر هذه اللعبة لعشاق التحدي، فهي فعلا صعبة بطريقة ادمانية، وتخليك كثر ما تموت تتشجع انك تكمل وتعيد المراحل حتى لاعداد خيالية. الشيء الجميل ان هذا الاصدار بشكل عام بيكون مظهره بشكل افضل، وحتى الشخصيات ورسوماتهم اكبر، فبيعطيك مثل ما تقولون تجربة افضل من السابق. ايضا راح يكون فيها نظام قصه ورسوم كرتونيه مضحكه، بالاضافه انها راح تقدم عدد مراحل بشكل ضخم. بيكون اصدارها في ابريل لجميع الاجهزه سواء الكونسول او حتى الموبايل. كانت هذه قائمة الألعاب لشهر أبريل، مثل ما تشوفون فيه توازن في الإصدارات، يعني ما نقول زحمة قوية، ممكن كل واحد منكم يختار لعبتين أو ثلاث، أو ممكن لعبة واحدة، أو يمكن ما يختار شيء، فليش ما نشوف رأيكم في التعليقات، كل واحد يكتب أي لعبة متحمس لها من هذه القائمة، بالإضافة عندكم التصويت على اليمين فوق، بنشوف أي أكثر لعبة تهمكم ونعطيها محتوى أكثر. في النهاية أحب أشكركم على المتابعة، لو حسيت أن هذا المقطع أفادك أو أعجبك لا تنسى نشره للأصدقاء ولا تنسى تعطي لايك، وأتمنى هذه المرة نوصل لايكات بشكل أفضل من السابق. يعطيكم ألف عافية على المتابعة، كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.